نروح بقى للقطات كده، من اللقطات اللي احنا بنحب نعرضها برضو لحضراتكم اللي بتكون مختلفه شويه في الملاعب. المره دي هنروح لفريق مالمو اللي كان بيحتفل بلقب بطل الدوري السويدي الممتاز لكره القدم، ده للمره ال 22 في تاريخه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده تحقيق رقم قياسي يعني، بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد لما اطلق الحكم صافره النهايه زي ما حضراتكم شايفين كده اقتحمت الجماهير العريضه اللي يعني كان عدد كبير جدا لأرضية الملعب لمشاركة اللاعبين بقى فرحة التتويج باللقب. الناس ممكن تشوف ان دي لقطة جميلة، بس طبعا هي لقطة غلط جدا ان هي تبقى موجودة. ان دلت على شيء اكيد بتدل عن شغف وعشق للناس ليه يعني الفريق والكرة القدم تحديدا، لكن طبعا ده ادى لهروب الحكم ولاعبي الفريق المنافس كمان جريوا بره الملعب خايفين طبعا من حشود الجماهير اللي نزلت يعني تحتفل. فده كان ماشي طبعا، ناس كتير علقت عليه على السوشيال ميديا كنت معه ولا ضد، بس طبعا ده اكيد ضد القوانين ما ينفعش يعني. الفرحه اكيد حاجه جميله، بس لو حصل ده في كل مره فريق بيكسب دي هتبقى كارثه يعني.